رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم اخبارنا وبنوصل للاخبار المحليه والعالميه طبعا واخبار محترفينا في الخارج في الفقره الجايه. الفجر البرلمان يحقق مع اتحاد الكوره في اموال رئيس الشيشان. اليوم السابع راعي ليفربول يضع ثلاث شروط لرعايه قميص المنتخب. الشروق المنتخب غير الصلاح ظهر تمام باريس سان جيرمان وأجيري لن يقيموا بعدد الأهداف. البوابة نيو صلاح محسن يحجز مقعده في معسكر الفراعنة استعدادا لسوازيلاند. في الأخبار الزمالك ينجو من فخ التعادل بفوز صعب 2-1 على ذئاب الجبل الفارس الأبيض يتقدم والمقاولون يعدل النتيجة وأوباما ينقذ رقبة جروس. أخبار الرياضة الأبيض تصدر الدوري مؤقتا الزمالك يزيد من أوجاع ذئاب الجبل بثنائية علاء وأوباما. يلا كورة علاء نبيل كنا نستحق التعادل أمام الزمالك وأدعم صلاح ولكن مودريتش الأقرب. صفر كورة اتحاد الكرة يرد على الزمالك مش من حقك تعترض على مؤجلات الأهلي. الأهرام المسائي الحدود ينتصر مع العشري فاز على النجوم بهدف مقصص وحقق أول انتصارات الدوري. الأهرام اليوم مباراة واحدة ضمن الأسبوع الثامن أن بالجريح يواجه دجلة في لقاء الفرصة الأخيرة. الوطن سبورت تأجيل مباراة الأهلي وباتروجيت وسموحة والمصري في الدوري. الأهرام الليلة على مسرح لندن صلاح ينتظر لحظة الفرحة لقب الأفضل يراود نجم مصر وجايزة بوشكش تقترب من قدمه. الأخبار الليلة صلاح فخر مصر ينتظر النصر الفرعون ينافس الدعم واللكاع على لقب الأفضل. المسا العالم ينتظر الأفضل الليلة يا رب صلاح نجم مصر على موعد مع التاريخ ويواجه منافسه أو منافسة شرسة من رونالدو ومودريتش. الأهرام المسائي صلاح وحلم الكرة الذهبية الليلة مصر تترقب معركة ما ودعا ولوكا على لقب الأفضل. الأخبار المسائي صلاح وحلم إمبراطور العالم دباس وبوشكش والتشكيل المثالي ثلاث جوائز تنادي الفرعون الليلة. في الجول كلوب يشيد بتصرف لاعبيه مع صلاح. سكاي نيوز جائزة الأفضل بالعالم كل المعطيات تشير لاسم واحد. أس ميسي يغيب عن حفل الأفضل. يورو سبورت رسميا فلورنتينو بيريز يفجرها ويعلن رغبة ريال مدريد بترك الدوري الإسباني. تابعنا معاكم دلوقتي اهم المنشطات اللي بتخص الرياضه سواء محليا او عالميا كمان بتخص اخبار محترفينا في الخارج. دلوقتي بقى نروح لاهم تفاصيلها وهنبتدي مع جريده الفجر اللي قالت ان الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه هاني ابو قريده جاله مذكره رسميه من مجلس البرلمان بيطالب فيه بالتحقيق وبالاستفسار على مبلغ 1,800,000 دولار قيمه اللي حصلوا عليه من رمضان قديروف رئيس الشيشان خلال طبعا نهائيات كاس العالم الاخيره. ناديه هانري النائبه في البرلمان وصاحبه الشكوى قالت انها عايزه تعرف فين الفلوس دي خصوصا طبعا ان البعثه اتمسكت بالاقامه في جروزني وقطعت كل المسافات دي عشان تكون متواجده في الشيشان برغم ابتعاد المسافه ما بينها وما بين ملاعب المونديال. ثروت سويله من المدير التنفيذي للجبليه رد وقال ان هو بيرفض الادعاءات دي وقال كمان ان هو تم الرد على كل الاسئله دي في مؤتمر صحفي اقامه هاني ابو ريده بعد رجوع بعثه المنتخب للقاهره. اليوم السابع كمان قال ان الشركه الراعيه لملابس فريق ليفربول الانجليزي حددت ثلاث شروط عشان تدخل في المزايده العلنيه لرعايه قميص المنتخب الوطني الاول في الاربع سنين اللي جايه بعد ما رفضت الشركه الحاليه انها تستمر وكمان اختارت الجبليه بعدم التجديد بعد انتهاء العقد في ديسمبر اللي جاي ان شاء الله. ده هيكون اخر ميعاد لوجود الشركه الراعيه. كمان اشترطت الشركه الامريكيه الراعيه لليفربول على اتحاد الكره ان هي
بتعمل منفذ لبيع للشركه في ملعب او في استاد من الاستادات الكبيره في القاهره، وكمان هي تحط 6 لوحات اعلانيه للشركه في كل مباريات المنتخب سواء الوديه او الرسميه. كمان حطت شرط ان هي يتم وضع اشعار الشركه على حسابات اتحاد الكوره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسميه لاتحاد الكوره المصري. كمان شروق قالت ان هاني رمزي مدرب المنتخب كشف عن كواليس مكالمته الهاتفيه الاخيره مع محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول وليفربول الانجليزي. كابتن هاني قال ان هو تواصل مع محمد صلاح وهنيه على هدفه في مرمى ساوثهامبتون، واكد كمان ان صلاح كان سعيد جدا. كابتن هاني رمزي كمان قال ان هو اكد لمحمد صلاح خلال المكالمه دي ان تقييم الجهاز الفني للمنتخب الوطني ليه مش هيكون اكيد بعدد اهدافه. كمان البوابه نيوز قالت ان صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي بقى هو الاقرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا طبعا لمباراه سوازيلاند يوم 12 اكتوبر اللي جايه في القاهره ضمن الجوله الثالثه من التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا 2019 في الكاميرون. وده جيت بعد طبعا تصريحات خافيار اجيري المدير الفني للفراعنه واللي قال فيها ان ازمه المهاجمين اللي كان بيعاني منها منتخبنا الوطني بقت معدومه بعد ما ظهر صلاح محسن بالمستوى ده، واكد طبعا ان طريقه لعب مهاجم النادي الاهلي بتناسب اسلوبه الخاص في الهجوم. الوطن سبورت كمان قالت ان لجنه المسابقات في اتحاد الكوره برئاسه عامر حسين اعلنت عن تاجيل مباراه بتروجيت والاهلي المقرر ليها ان شاء الله يوم 2 اكتوبر اللي جاي، وده بسبب ارتباط النادي الاهلي بمواجهه وفاق الصيف الجزائري في نفس اليوم في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. وكمان قررت اللجنه تاجيل لقاء سموحه والمصري بورسعيدي واللي كان المفروض ان هي تتلعب يوم 3 اكتوبر اللي جاي في الدوري، هيقابل طبعا المصري بورسعيدي في تاكلاب الكونغولي في الدور قبل النهائي لكاس الكونفدرالية الأفريقية، وده سبب طبعا التأجيل. نروح ليلا كورة. علاء نبيل المدير الفني للمقاولين العرب انتقد حكم مباراة فريقه قصاد نادي الزمالك واللي أقيمت طبعا مساء امبارح يوم الأحد ضمن الدوري الممتاز. أكد مدرب المقاولين العرب أن فريقه استحق ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد لمس أحمد أبو الفتوح مدافع نادي الزمالك للكرة بإيديه جوه منطقة الجزاء. علاء نبيل قال كنا نستحق التعادل على أقل تقدير قصاد نادي الزمالك. كمان سوبر كورة قال أن مسؤولين اتحاد الكورة قالوا ان مش من حق اي نادي ان هو يعترض على تاجيل مباريات النادي الاهلي في الدوري بعد ما تاهل للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. مسؤولين الجبلية قالوا او تبعوا في الكلام او في تصريحاتهم بان مش من حق اي نادي من الانديه ان هو يطالب او يعترض على تاجيل مباريات اي نادي اخر، وكمان مش من حقهم ان هم يطالبوا بتاجيل مبارياتهم لحد ما النادي الاهلي يرجع تاني ويشارك في الدوري المصري الممتاز. واكد طبعا ان كل الانديه وافقت قبل بدايه المسابقه على تاجيل مباريات الانديه اللي هتتاهل في البطولات الافريقيه قبل كده. كمان في الجول قال ان يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي اشاد بتصرف لاعبين ليفربول مع زميلهم محمد صلاح والاصابة عن التهديف مؤخرا قبل ما يهز الشباك مره ثانيه. كلوب قال في تصريحات صحفيه ان اللعيبه كانوا اذكياء جدا في احتفالهم مع محمد صلاح بهدفه، هم عارفين ان احنا بحاجه ان هو يكون في مستواه الكويس. كمان بالنسبه لأس الاسبانيه قالت ان نجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونه الاسباني هيغيب عن حفله توزيع جوائز الفيفا الافضل او ذا بيست والمقرر ليها ان شاء الله النهارده مساء في العاصمه الانجليزيه لندن. صحيفه الموندو ديبورتيفو الاسبانيه كشفت ان في اسباب عائليه هتمنع اللاعب ان هو يحضر الحفل العالمي المرتقب. كمان يورو سبورت العربيه قالت ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني رحب بفكره مشاركه النادي الاسباني لكره السله في الدوري الامريكي لكره السله NBA القسم الشرقي، وقال كمان ان مسؤولين الدوري الامريكي لكره السله عندهم رغبه في انشاء اتحاد اوروبي لكن ريال مدريد هو النادي الوحيد اللي عنده رغبه في المشاركه. نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.